هل سعر السميد المقنن هو 900 دينار للسميد العادي 1000 دينار الممتاز؟ ننزل انا وياكم الان للسوق الجزائري، اتحدى لا تلقى شكاره سميد ب 1000 دينار ولا 900 دينار اكثر، هي 1200 دينار. يعني الدوله علاه قاعده تصرف؟ تصرف من اجل انه شكاره سميد توصل للمواطن الجزائري الفقير واللي مغلوب على امره ب 1000 دينار، لكنها ما توصلش راهي ب 1500 دينار. هذو المطاحن يديو الدعم تاع الدوله ويزيدوا يبيعوه بسعر يفوق، يعني قاعدين يضاعفوا في الارباح تاعو. هاي الاشكاليه الان لازمنا الدعم هذا نغيروه، سياسه الدعم نغيروها. كاين اقتراحات كثيره تعاونيه استهلاكيه لا يدخلها الا صاحب بطاقه، يكون هذا صاحب البطاقه هو اللي يدي اللي لاباس به، والفئه المتوسطه واللي لاباس به يشري زيت ثمنه الحقيقي.